بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. هذه المناسبة الكريمة والمتمثلة في انعقاد قران بين السيد صويح عبد الله فارس والسيدة خامد ريما، أتمنى لهم حياة زوجية سعيدة مملوءة بالأفراح، كما نتمنى لهم العيش سعيد وبناء أسرة صالحة بالرفاهية والبنين. تفضل سيد ضابط الحال. بسم الله. شكرا سيد الرئيس. بسم الله سي خامد عبد القادر. نعم. ولي الزوجة خامد ريما. نعم. سي سوية عبد الله. نعم. فارس. نعم. سيدة خامد ريما. والشاهدين على هذا عقد الزواج عمران بولا نوار وبديرينا جمال. نعم. شهود على هذا عقد الزواج. كما تعرفوا باللي عقد الزواج اللي يبرم في البلدية ما في حتى شروط، ليسونسيال تكونوا متفاهمين. نعم. متفاهمين. نعم. ولي الزوجة، الزوجة والزوج. بحضور هذا الزوج شهود سي جمال وسي ان شاء الله. الله يجعل كل شيء مبروك ان شاء الله وبالبركه عليكم، وان شاء الله يا ربي بذريه صالحه وربي يهنيكم ان شاء الله. سي عبد القادر لو تكرمت. دركا رانا دخلنا في الحلقه الثانيه، وكيقولوا الحلقه الثانيه دائما في ولايه الجلفه، والبدايه راح تكون ساميه مع العقد تاعنا. نروحوا نعقدوا للكوبل تاعنا، وين هنايا يسنيو على بدايه حياه جديده. نقول لكم مسبقا كل شيء مبروك لعقوبه الدريه الصالحه ان شاء الله. خلاص بالبركه عليكم وربي يهنيكم ان شاء الله. كلمه للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي. اذا بعد اتمام الاجراءات الاداريه مبروك عليكم وتفضلوا. شكرا سيدي الصالح. مبروك عليكم يا فارس وريما، بديت ان شاء الله الافراح من اليوم ان شاء الله، ويعطيكم الصحه كامل ناس البلديه، وخصوصا الرئيس المجلس الشعبي البلدي اللي فريمون استقبلنا استقبال حار، وين كان لا فامي تاع العريس تاعنا والعرسان فريمون راضيين وفرحانين. السلام عليكم. رانا في نقدروا نقولوا رانا في 12 الحمد لله يا ربي. العقد تاعنا كما كنتوا تشوفوا، رئيس البلديه مع العرسان تاعنا الله يبارك، جا سوبر بيان. ما عنديش شو نهضر، فريمون كنت ايمو. احساس ان بو سبيسيال، والنوع هذا من الاحساس هذا الانسان ما يقدرش حتى يعبر عليه. قل يعني باسمي وباسم طاقم الحصة، ولاية الجلفة، مدينة الجلفة، مواطن تاع الجلفة، كلهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة على الترحاب. بلادنا شابة بزاف، نختمها بحاجة ما ختمتهاش من قبل، تحية الجزائر. ما بعدناش بزاف، ومن البلدية لدار الصناعة التقليدية ديريكتومون باش نشوفوا شوية هنا العادات والتقاليد، وخاصة أهم حاجة في هذه العادات والتقاليد اللي هو النباس النايلي اللي بريزونتاتها سامية جهرة، وورتنا كيفاش العروسة هنايا تتصدر باللباس التقليدي النايلي. جولتنا في دار الصناعة التقليدية كانت قصيرة مي حلوة بزاف، وندرنا وشفنا التقاليد فريمون اللي موجودين هنا في هذه الولاية، ولاية الجلفة اللي غنية جدا بالتقاليد الجزائرية. عودناكم نروح انا وعروستي عند المشطة ولا النقافة باش تخير تصديرة تاعها، مي هاد المرة بدلنا شوية كما راكم تشوفوا فيا انا وايمان، رحنا باش نخيروا تصديرة العروسة اليوم. فيكو تاني لافيتي تاعنا سبيسيال معاكم محاسن حرز الله، مصممة ازياء ملقبة بالام الروحية النايلي المودرن، لانه اول وحدة خرجت النايلي المودرن من النايلي التقليدي. كما راكم تشوفوا رانا عند محاسن في المحل هنايا، رانا بالقماشات اللي فريمون قماشات بزاف شابين، عشاك فوا نخدموا مع ماشطه ولا نقافه نشوفوا لي توني مخيطين، مي بوغ لا بروميير فوا رانا عند موديليست، صديق كاين القماش ومن بعدايا كرياسيون ومن بعدايا تخيط لا روب اللي تخيرها العروسه، وايطاب باغ ايطاب غادي تخرج حاجه شابه ان شاء الله.
محاسن حرز الله اللي هي بنت مدينة الجلفة، وأول مرة بلك نخدمه مع ستيليست موديليست اللي راح تخيط تصديرة العروسة تاعنا. وكما راكم تشوفوا رانا ما بين القماشات فغيمو ملقيناش واش نخيروا، واحترنا تلمو القماشات كامل شابين، وعلى بال اللي راح تخيطهم غادي يخرجوا حاجة بزاف بزاف شابة. كما راكم تشوفوا رانا عند مدام محاسن حرز الله موديليست ابيوز اوسي. كالعاده جاي توجور ان بروبليم، عندنا دو جور في يدنا وان شاء الله يا ربي يعني نوجدوه لها في اقرب فرصه، يعني يومين حنسي ومع مدام محاسن حرز الله ديروا اون اكسيبسيون، دونك تخلي الخياطه تاع العرايس الاخرين والزباين تاعها تزربنا بالخياطه تاع العروسه تاعنا تاع مريومه. شويه صعيبه يومين يعني ما نكذبش عليك، هي نطلع في الماكسيموم ماكسيموم في 3 جور نطلع لك روبا، ان شاء الله نديروا الماكسيموم تاعنا نطلعوا لها في يومين. على بالي يا محاسن بلي درنا لك شويه لا بريسيون فيكو، احنا ما عندناش كامل الوقت للعرس تاعنا، مي رانا دايرين في ثقه وين توجدي ان شاء الله تصديره العروسه في الوقت. تعمير دار العريس والعروسه فيها تاني لمعان اللي فريمون العروسه تانسيستي عليهم، وهذه المهمه وكلنا بها ايمان. كما راكم تشوفوا هنا رانا في سوبرات محبوبي اللي جايه على الطريق تاع لا زون اندستريال. دخلنا عند مسيو محبوبي راه حبينا نتشكروه. صح يا ايمان، هنا في سوبيرات محبوبي المراه كي تجي راح تدوخ ما تلقاش واش تخير، تلمو كاين كلش في لاكويزين سوا واش دير في الصالون، كلش كلش واش تسحق المراه راهو كاين عند سوبيرات محبوبي. يعطيك الصحه مسيو محبوبي. الدوزان هادو ما نقدرش نديهم انا معايا، دونك الترونسبور تاعكم نتايا هو اللي حيديهم ان شاء الله يتكفل بالنقل تاعهم. اوكي ميرسي بوكو. العرس تاعنا ما بقي لهش بزاف والمهمة بدات شوية تصعب، من بين هاد المهمات هي اختيار لاباك للعروسة تاعنا. الو وي ريما، كي راكي حبيبتي؟ صافا دروك انا رايحين نخيروا لك لاباك تاع عرسك، القيس نسيت باش نديه من عندك بصح راني عاقله بلي يديك شوية كبر على يدي، غادي نقيس ونجيبها شوية كبيرة باش هذيك هي تجيك. اي اوكي خليك عند لاكوافاز تما. باي باي حبيبتي. باي باي. بكرت انا وايمان وتمشينا شويه في مدينه الجلفه ورحنا وتوجهنا ديريكتومون باش نخيروا العروسه تاعنا لاباك، ان شاء الله برك تعجبها. بسمي مرحبا بنا عندكم هنايا في لابيجوتري تاعك، عيطت لك حكينا في التليفون وكنا قريب نغلطوا فيك هنايا شويه وندخلوا عند واحد. مرحبا بك الله يسلمك ربي يخليك. مسلم راك عن بالك فوالا الخاتم تاع العروسه لاباك والخاتم تاع الرجل تنكين والخاتم تاع هذيك هي نشوفوا هنايا ومن بعد نخيروا الحزم ديال شاب مي جاوا لازم تتعاون. شوف انا حبيت نسقسيك بسمي، اسكو العروسه هنايا عندكم في الجلفه تحب لي باك شين ولا تحب لي باك تقال؟ مكثرهم واش يدير؟ تبان الحاجه، تبان حاجه كبيره، تحب حاجه كبيره. وكي فكرتني بحاجه واحده اخرى، كيفاش هنايا الشرط في مدينه الجلفه؟ اسكو تشرط العروسه ولا غير برك المهر تاعها؟ كيفاش هنا العادات؟ شرط 22 درهم. اها اسكو تشرط عليها الذهب ولا ما كاش الذهب؟ تسمى غير هذاك المهر تاعها وهي اللي المهر الخاص وهي اللي تشري كلش. يعني مسكينه انا واش يقدها. وان شاء الله كامل بنات الجزائر يراعيوا شويه ظروف تاع العريس وينقصوا شويه في المهر. بون احنا جينا باش نخيروا الخاتم تاع عروستنا ريما، ان شاء الله برك نكون خيرنا لها الخاتم اللي راح تعجبها، على بالي راح تلبسها وامبوسيبل راح تبدلها. خيرنا دروك العروسه تاعنا، بقى العريس، العريس ثاني نخيروا لها الخاتم تاعه. خيرناش غير ليك يا ريما بيان سور، ما نسيناش العريس تاعك وخيرنا له لاباك تاعه، الوغ بصحتك يا فارس ويعطيك الصحه فريمون بيجوتري مسلم اللي فريمون عاونتنا في الاختيار. شارع الشهداء مقابل باطيمة صاحب بوضيع. بازار كريم، ثاني بازار كريم جديد. بازار كريم، شوري مسلم هاك. يعطيك الصحة والعقوبة كاملة اللي بازار. إن شاء الله ربي يكمل إن شاء الله. آمين ربي يخليك. سلامة. سلامة.
لا جورني تاعي مع ايمان مازالها ما خلاصتش وراهي طويله على حساب الشوفه. جري العروسه ما يكملش غير في لاباك تاعها، كاين عندها بزاف صوالح تسحقهم ومن بينهم المكياج. الله مرحبا بكم، اهلا وسهلا. لاباس؟ مرحبا شرفتونا. الله يسلمك ربي يخليك. صبرك مليح؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا بخير. ربي الحمد لله. ولا راني نورمالمون في كامل الولايات يجهزوا هذاك الجهاز تاع العروسه ولا تروسو، كيفاش يقولوا له هنايا في الجلفه؟ تروسو. تروسو هكا تروسو تاع العروسه تخبيا. في التروس تاع العروسه كل دي فوا كي يديروا صبابط كل واحد باش يديروا، وفي الكوزميتيك يديروا فيها المكياج والكوزميتيك تاع العروسه. المكياج يديروا كوزميتيك وحده والمكياج. اي راك تعرف تسمى واش راح تعمل. لازم عندهم لازم. احنا تقولنا الجلفاويات عاده واش يدوا؟ يدوا باني تاع كوزميتيك، صوالح هذو جلد وش لي كرام، صوالح زيوت تاع شعر امرات، هذو حد ليت كور امرات، ويدو باني واحد اخر فيه المكياج. فيه المكياج. هي اللي تشري وحدها ولا تتخير لها واش تلبس؟ اللي تكون تعرف توري لنا ونزيدو حنا بالك صوالح ما تعرفهمش نزيدو لهم لها، وكاين اللي ما تعرفش كامل كاع توري لها بشوي بشوي على حساب لابون تاعها على حساب صديق. لو انت اللي حتورينا اليوم واش حندو العروسه تاعك. ان شاء الله ان شاء الله. نشوفك كامل فرحة. بسم الله. روج على ليفغ، فون دو تا، فاراجو، من بين اهم الاشياء اللي لازم يكونوا عند العروسه ولازم توجدهم في التروسو تاعها. يعطيك الصحه قاسم، فريمون كنت عارف خدمتك وعرفت واش تخير العروسه تاعنا، ويعطيها الصحه ترو بيوتي. شكرا. لا مزيه اختي. فوالا هذاك لو باني تاع كوزميتيك. فوالا هذا تاع المكياج. فوالا هذا تاع المكياج. اوكي فوالا. معليش. وهذا تاع راجلها. وهذا تاع المعلم. هيا كل واحد. ميرسي بوكو قاسم، ربي يحفظك. الله يسلمك اختي، مرحبا بكم ومرحبا بكم في ترو بيوتي. رانا في سونتر فيل في حي بن عزيز. اهلا وسهلا بكم، ربي يحفظكم. صح كذا خيركم. صح بيان سور، ما كانش عرس بلا كاطو، وكامل ناس الجلفه قالوا لنا غير مدام امينه وحلويات امينه اللي تفريها لكم. توجهنا ديراكتوم وانا وايمان عند مدام امينه باش نخيروا الكاطو اللي راح تكون في العرس تاعنا. مدام جميله، كيما راني نشوف لي غاتو تراديسيونيل، الله يبارك ان شاء الله. تقول نحطهم دي بيبلون ما ناكلهم، شنو نقعد نتفرج فيهم قبل ما تسبق في الفم تسبق في العين. دابا هنايا في الجلفه شنو هي الكاطو سبيسيال تاع الجلفه، تراديسيونيل تاع الجلفه برك؟ بون ما عندناش الجلفه، ما عندهاش حاجه سبيسيال كيما لو نور، كيما عندنا دي غاتو تراديسيونيل عرايش، عندنا وعندنا ثاني لي غاتو مودرن بريستيج تو صافي قال انواع نخدموها. وفي العروسات اكزاكتومون واش يدومونديو؟ يدومونديو بزاف لو تراديسيونيل. وي سي نورمال، المارياج سون غاتو تراديسيونيل، سي با مارياج. عرايش، جيريات. وي يخدموا كلشي تراديسيونيل. واش حتخدم لنا في هذا العرس اكزاكتومون كوم كادو؟ بون جو بريفيري نخدم دي براسلي ونخدم قروط اللوز. انا جو بريفيري نروح للابو ونشوفوا كيفاش تخدمي لي كادو تاعك. معايا. صح يا ايمان، العين تاكل قبل الفم، وفريمو حلويات امينه تلمو كانوا بيان فيني وبزاف شابين في الديكور تاعهم. حرنا واش راح نخيروا، مي مدام جميله راهي عارفه واش راح تدير في هذا العرس. ندير كيما هادو، ندير كيما هذه بقلاوه. هذه بقلاوه بور لو تي. بقلاوه واش درتي فيها باه مخدومه؟ بون باللوز. باللوز بقلاوه باللوز. وهادو لي براسلي باللوز ثاني. هذا ثاني كيف كيف باللوز ولا بالجوز؟ نو هادو سي دي سابلي. سي دي شوكولا. سابلي وشوكولا. انا نفهم شي في الكاطو. هادو عرايش. عرايش. نو انتيا لي موديل اللي راح ديريهم لنا في العرس هذا ان شاء الله. بون انا راح ندير دي براسلي وندير معسل داخل لا بواط تاع 3 و 4. نديرو فيها الكلاصاج، نديرو فيها شوكولا، نديرو فيها سكر سكر كلاص، ونديرو حاجه معسله تزيريات ولا
في العاده هنا في الجلفه يديروا لي يسربيو الكاطو قبل ومن بعد يمدوا لي كاطو هكا ولا واش يديروا؟ نو هنا كيفاش ولينا نديروا لابواط نعطوها لهم كاين بزاف اللي ما يحبوش لي سكري كيما الكلاصاج ماشي كاع الناس يحبوه يديروا دي كاطو ساك لي زاسيات ولا بواط هذيك يدوها معاهم اي دابري مون اكسبيريونس في العراس كامل باسكو شفت برسك لي ريجيون كامل لي فروي ما يستغناوش عليهم كامل يتحطوا في لابواط البقلاوات تتحط في لابواط المقرود اللوز يتحط في لابواط واللي كاطو المعسلين يشربوا بهم التاي في القهوه يشربوها بصابلي ولا مقرود ولا انا حبيت الخطره هذه حبيت ندير حلو الطابع بزاف مطلوبه حلو الطابع وي صح حلو الطابع كامل زينه واحد الناس نموت على حلو الطابع دونك هذه لابارت سوك حضر بها لا بيس مونتي كنت بون انا لا بيس اللي راح نخدمها اون بيس دو 4 ايطاج مغلفه بلا باتا سوك ولا ديكوراسيون نديروا هاد لي فلور هادو لي فلور انت اللي خدمتيهم وي يتخدموا بلا باتا سوك انا حتى ما كانوا شابين حسبتهمش حسبتهم دي فلور نورمال ما حسبتش مخدومين لا لا خدموهم مونجاب تما لا بيس مونتي توجد نهار العرس في نهارها ان شاء الله احنا في نهارها احنا العرس ان شاء الله ما باقيش بزاف باقي غير نهار غدوة ما حنا واجدين نورمالمون حنا واجدين الحمد لله لي كاطو تاني نورمالمون مقرب يوجدوا كامل راني نشوف ما بقاش ما بقالهمش ما بقالهمش راهم على ديكوراسيون برك احنا رانا لونسينا لك لا كوموند تاع الكاطو تاع لا بيس مونتي يشرفني نخدم لكم يشرفني ويشرفني ليكيب تاعكم راهي هنايا معنا ربي يخليك ونزيدوا نعاودوها لكم مرحبا بكم عندنا الحاجه اللي ما حكيتيهاش ساميه ما بالك المشاهد الكريم مازال ما على بالوش بها العرس تاع الراجل كان شباب بزاف مي كان متعب بزاف مي كوميم نضنا الصباح بكري وتقسمنا على دوز ايكيب ايكيب كما كنتو تشوفوا مع ايمان وساميه لي غاتو اي شوبينغ اكسترا وليكيب تاعي انايا بيان سور سوبرات واللوازم تاع المؤونه تاعنا العشاء كما يقولوا كلها صحتها صغيره يا كبيره الله يبارك ان شاء الله نار ما شاء الله قداش هذه ملي فتحتوها وكان عندنا واحد العام ونص صغيره عام ونص اه كانت صغيره ودينا نكبروا غير بشويه الله يبارك ما شاء الله الله يبارك بلا ما نهضروا نورمالمون لا ليست بعثوها لكم بعثوها لنا لا ليست مريقلا نورمالمون هكذا نورمال نبدا نورمالمون ديريكت باسكو كاين تورناج راهي مخلطه شويه وغدوه العرس وبدات شويه تنكومبر الحاله نبداو بلي شاريو واقيلا نبداو وراهم لي شاريو القادر جيب لي شاريو عطينا القادر لي شاريو تشوف القادر جيب لي شاريو دو شاريو مورانا في الجلفة مورانا في مدينة ولاد نايل سيبرات ولاد نايل بون سيبرات كبيرة ما شاء الله الحاجة اللي مليحة لهنا اللي عجبتني في الجلفة سيكو استادير العشاء ما يسقامش بزاف سما على بورتي تو الموند تو سامبلومون كاين حاجة لهنا في سبيسيال سيقول لك المرفوع ديال اللحم يكون كبير دونك ماهيش حاجة كبيرة غير نرفدوها برك هما نورمالمون ولا يبعثوها لنا يجيبوها لنا ان شاء الله غدوة الصباح دو بونور لقعت افراح هديل نورمالمون صادي بيت بيان نخلصوا دركا سوبيرات ديريكتومون نروحوا عند الجزار والخضره والبنات اون باراليل من هيك ثاني لي بريباراتيف تاعهم يكملوا شوبينغ اكسترا دونك هذه لا جورني تاعنا راح نبداو تبعونا فريمون حاجه شابه بزاف وكاين حاجه هنا ثاني بزاف 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 سي كو البرد 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 في الجلفة كما كنتو تسمعوا كنتو تشوفوا الحاجة الشابة والحاجة المليحة بزاف واللي عجبتني ومدى بيا تتمع التراب الوطني يعني بكل صراحة وسمحوا لي بزاف العشاء تاعهم ما يكلفش بزاف ومام طون سيت ان روبا تراديسيونيل اللي هي الكسكس فريمون كان تعم هاد الظاهرة هادي على الأقل النقص ومصاريف كبيرة ومام طون ينقص التبديل صح نديروا الترونسبور الترونسبور تجيبهم لنتوما تجيبهم ها صافي صافي انا قلت لهم رانا في الجلفه ولاد نايل وسيبرات ولاد نايل ربي يسرك دونك خليكم انايا عندي بريباراتيف هاد اخرين روح عند الجزار ونزيدوا الخضره ان شاء الله بارك الله فيكم شكرا يعطيكم الصحه تحيه صاحبي شكرا
غير خلصنا الوجهة تاعنا كانت الجزار. ليكيب كيما راكم تشوفوا راه ميسنا فينا، كنا انا وحمودة غير دخلنا ديجا لقينا لي كاركاس هما الشياه كيما يقولوا واجدين، بقينا بقات لنا غير نقطعوهم ان شاء الله ونتكلوا على ربي. احنا غدوه ان شاء الله الترونسبور برك تجيبوهم لنا نتوما دير مزيان طيب شنو ها لا الترونسبور تاعهم تجيبوهم نتوما ما فيش مشكل تجيبوهم لكم يا هي الطباخه قالت لك وكانت تسيبك قبل 12 لا صال هادي ايه لا صال هادي نورمالمون الوي ام عاد ايه الوي ام في الوي ام نجيبوهم لك ايه مدام بايا ايه مريقل مريقل ربي يحفظكم شو هادو مصاحبه هادي ولا اخوه ان شاء الله يا ربي كل قاعد قدا ربع قدا الله تفرح والله غير تفرح والله يا ربي كثر من مثالكم ان شاء الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحه شكرا. الملاحظه اللي دائما نهضرها هضرتها قداش من مره التقطيعه تاع اللحم لهنا مادام كاين غير طعام كاين المرصو تاع اللحم يكون كبير بزاف. مهمة صعيبة على بالي عطيناها لك يا محاسن انك توجدي لنا تصديرة العروسة وتخيطيها في يومين برك ان شاء الله برك يكفيك الوقت. وكما كنت تشوفوا اول حاجة تبدأ بها المصممة هي تصمم اللي غوب اللي راح تلبسهم العروسة ابخي تبدأ في الخياطة. عبالي عيناك يا محاسن ما كنتيش ترقد الليل وانت تخيطي في الليتوني تاع العروسة، وحتى إيمان كانت سهرانة تجيك تطلع عليك صباح وحشية باش تشوف اسكو كملتي ولا مازال. بالخير سألنا على السلامة يسلمك وشراكي صباح صباح الحمد لله صباح الحمد لله انت يا عقاب هاني عقاب كما كنتوا تشوفوا كنا عند مدام محازن حرز الله راهي مسكينه متخوفه مدت كلمتها وان شاء الله تكون عند كلمتها مي عن بالي ندير فيها كونفيونس كبير باسكو مني حتى طراتها يحكي لي راجلها قال لي ما لا ليل لا نهار راح يتخيط في نهارين رقم قياسي باش تخيط ان تروك شارجي ابقى معنا. اول حاجه كيما راكم تشوفوا فيها بدينا بها اللي هي الديكور تاع لاصال.
صباح الخير عليكم. كما راكم تشوفوا رانا نايدين بكري كما كامل عرساتنا، وين نهار الجورجي لازم نوضوا بكري باش يكفينا الحال وين نوجدوا العرسه تاعنا. شغلت بزاف يستناونا اليوم، لازم ان شاء الله يا ربي يكفينا الحال والوقت باش نكملوا كل شيء في وقته ويجوز العرسه تاعنا نهار اليوم. شباب بزاف كل واحد راه في شغله. كما راكم تشوفوا لاصال بدات الديكور، راهم جاوا بكروا، بداوا الحاجه الاولى اللي تدار في لاصال هي الديكور. ايمي راهي من مورايا توجد في الديكور، بعد نشوف وين راهي. زوبي راهم عشغالته، راني هنا نشوف انا لاصال واش خاصها واش ما خاصهاش. ابخي نروح العروسه باش نوجدوها ندوها عند لاكوافيز، ابخي ندوها مع الماشطه باش تلبسها وتكون واجده عروستنا اليوم لا جورني تاع اليوم. بوكو سوبريز راهم يستناو فيكم نهار اليوم. الحاجه شابه كاين فريمون سوبريز هاي تستنى فيكم في الكورتاج، غاستي برونشي باش تشوفوها. نروح نشوفوا ايمي واش راهي دير. ايمي صباح الخير. صباح صباح يا درا الديكور وين راه واصل؟ راه ما اصيكم ما بقاش بزاف دقائق كوتي الاخر ما كيكملوا. تري بيان، واش راح يديروا في الديكور؟ بون كيما تفهمنا لا دانيير فوا لو بلون ولا لو روز. لو بلون ولو روز. لا بريسيون. اه وي لازم في لو جورجي. لو روز ولو بلون. روز فيشيا ولو بلون، كل لا دانيير فوا كي جات دونك انا شوازي لو روز فيشيا ولو بلون. العروسه تاعي هي اللي حبت هي بغات لو روز وي. واش باقي في الديكور هنا؟ ما بقاش ياسر برك هاي قاعده دير في لا ميزون بلاص تاع لي ناب، ما بقالهاش قاد قاد كوتي الاخر برك. تري بيان، انا جيت باش نعاونك على بالي ما غاديش يكفينا الوقت باش نكملوا في هذا الوقت باش نروح نجيب عروسي. وانت واش عندك من بعد ايمان؟ من بعد عندي الكولينير كالعاده دونك راح نشوف لا كوزين اللي راهم دايرين فيها و سون دوبلي لا ديكو تاع لا فواتور باش باش يجيو يديو العروسه. مي كوم الوقت ضيق ليتو ما نقدرش نجي باش نخرجوا العروسه، دونك نستقبلك انايا هنايا تجيبي العروسه. هيا ان شاء الله. صال هذه اللي هي في حي سيتي الوئام ورا ليسي ابن خلدون مدينه الجرفة. صال هذه تقدم بلوزور سيرفيس لو كليون تاعها. عندنا بروميرمون طباخات اللي على حساب لو كليون واش يحوس، اسكو يحوس بوجبات زعما تقليديه كيما طعام ولحم، يحب دي تروك مودرن على حساب لو كليون. عندنا اوسي لي دونسوز دي فيل كي فون لانيماسيون، ثاني اللي يحب يدير انيماسيون يدير دي سبيكتاكل بوندون المارياج. عندنا اوسي الفانتازيا نجيبوهم افيك بالخيل ويديروا دي دونس ويديروا البارود وحاجه تعبر على الثقافه تاع الولايه. نقولوا لعريس العروسه مبروك عليهم، ان شاء الله يعجبهم المارياج هنا في لاسال وان شاء الله نقدموا لهم احسن خدمه يقدروا يتمنوها. وي سامية، بالنسبة لكم الديكور تاع لا سال و ميم طون كيما راكم تشوفوا لي تروب ميوزيكو لو دي جي، الطباخ تاعنا ديجا بدا، لا كويزين ديجا لي طون مارش، السلعة تاعنا وصلت. جورنية فريمون طويلة بزاف تستنى فينا و فريمون راح تكون متعبة 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 جدا. مهما نديرو حساباتنا الوقت توجور يكون كونتر لينا و جامي ما يكون معانا، توجور عندنا هذاك الروتار. العروسة نشوفو شاهي مع لا كوافيز، ان شاء الله يا ربي برك تكون بدات لها ونكملوا لها في الوقت هذاك مكان. نعيطوا لها نشوفوا واش راهي دير معاها. وي صباح الخير خديجه، كي راكي؟ صافا لاباس؟ صافا تري بيان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولي لي واش درتي للعروسه؟ نورمالمون هذا ولدينا. ايه تري بيان، واش غادي ديري لها؟ بون راح نبدا لها بالبوشينغ، قلت لك نبداولها قبل بالبروشينغ، بالبروشينغ نبدا لها مكياج ومن بعد نبدا نطلع لا كواف ان شاء الله. ان شاء الله، شحال تقعدي لي هكا؟ بون نورمالمون ساعتين بربي ان شاء الله. ساعتين؟ ساعتين بزاف. ما تقدريش حامبوك تكملي لها قبل الزوج؟ حامبوك شوفي كيفاش ديري كملي لها قبل الزوج، باسكو رانا بزاف روطار. على بالي اني جبتها لك روطار العروسه على بالي، بصح سمحي لي مش ولا لازم نكملوا قبل الزوج باش امي قدنا الوقت باش نلبسوها. لا 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 بالي جريتي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرك هذا المكان. على بالي يعني اني دايره في كونفيونس ان شاء الله توجدي قبل الزوج. معليش هيا ميرسي جميله ربي يخليك وسمحي لي. يعطيك الصحه. اي صح ان شاء الله برك يا ربي وتوجد العروسه تاعنا وتماكي قبل الزوج وندوها باش نلبسوها مع محاسن تلبس النايلي ويجي الكوختاج في الوقت ونبدو عرسنا في الوقت ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ربي هذا المكان يكون معنا هذا المكان. Thank you.
حلويات أمينة كانت في الوقت وحضرت ووجدت ليجاتو في الوقت وجابتهم حتى لصال. يعطيك الصحة يا حلويات أمينة. تجوغ نخافوا من الوقت وخاصة لبس العروسة اللي يدي شوية وقت، من الحمد لله ما حاسين راهي جات في الوقت باش نروحوا ديركتومو نبدو نلبسوا عروستنا الجلفاوية. الحمد لله تكمل مليحه. الحمد لله نفرح كي نشوفك جايه في الوقت هكا، نعرف اللي غادي نلبس العروسه تاعنا في الوقت ان شاء الله. هكي غايب يا الحمد لله. شوف الحاجه الاولى اللي دائما انا نسقسي لا لابيوز ولا الماشطه، شحال تقعدي باش تلبسيها؟ واحد 10 مينوت اون كارد سوبر، باسكو رانا روطار العروسه عاده في المكياج باش نروح نلبسوها ان شاء الله. كي واش نروحوا نلبسوها باش كي جايبه لها نيلي بيان سور نيلي ان شاء الله. هذيك هي نخرجوا العروسه تاعنا بالنيلي. هذه هي العادات هنايا في الجلفه. ايه يخرجوا العروسه تخرج بالنيلي. عندنا حنا دو نيلي، كاين نيلي المودرن ونيلي تراديسيونيل. وانت واش جايبت لها؟ المودرن ما شاء الله. نخليك شويه دروك شويه ونقلعوا ونروحوا نلبسوا العروسه تاعنا ونقرعوا الكوختاج اللي يجي ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير عليكم، جمعه مباركه. كما راكم تشوفوا اليوم سي لو جور جي، دونك لازم نبكروا على صباح ربي. دوك جو كومونسي مع لي جون هادو باش نديروا لا ديكو تاع لا فواتور باش مول الجمعه ان شاء الله يروحوا يجيبوا العروسه والعريس. ابقى معنا. Donc, le blanc ou le rouge, c'est le drapeau, c'est le drapeau, rouge et blanc. Ahmar ou bid. الخيل وصل، الفرقه تاع الغايطه وصلت، ما بقى لنا غير نستمتعوا ان شاء الله ونشوفوا لو سبيكتاكل هذا تاع الخيل والبارود والغايطه. الله يبارك محلك بلادي. الحاجه الثانيه اللي عجبتني بزاف واللي فريمون قاستني بزاف هو الاخ حميده جاب الوالد تاعو. كما راكم تشوفوا الوالده دافع عمره تقريبا 100 سنه. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. هذا خلاها لهذا وتراثنا بربي ان شاء الله ما يموتش، ونتمنى ان شاء الله يتورث الاجيال القادمه. نتمنى ان شاء الله راكم متعين كيما تمتعنا حنايا. مهما راكم تشوفوا في لي زيماج، كي تشوفوا كي تكونوا مهما تتمتعوا بلي زيماج ولا لي فيديو، ماهيش كيما تكونوا حاضرين سور بلاص. فريمون حاجه شابه بزاف كي تشوف البارود وتشوف الخيل كيما هكذا. الله يبارك. والغايطه والرقصه النايليه، سورتو الرقصه النايليه، فريمون سي النار. نتمنى ان شاء الله وزاره الثقافه لو كوتي هذا سورتو الرقصه النايليه يعطيوها قيمتها ويعطيوها حقها، باسكو فريمون راهي قصه كبيره بزاف ويقدروا يسقسيوها.
قاعة الأفراح هذه اللي راهي زاهية بحضور ليزانفيتي تاعنا كامل اللي وصلوا وزهاو الحالة وداروا أمبيونس في الباب قبل حتى الدخلة. من بين هذا الحضور الماشطة تاعنا اللي راهي وصلت وجاتنا من بطريق بعيدة متزاير حتى للجلفة باش تفرح عروستنا وتلبسها التصديرة اللي تمنيتها واختارتها. من هذه المرة راح نديرو سيربريز، راح نبدا من حصة زوجوني، راح نبدا ماشطة في كل ولاية وش يسموها، كل واحد اللي يقول لك الخراجة، كان اللي في ولاية الغرب يقولوا لها نقافة، وكان اللي يقولوا لها الماشطة، أنا راح نولي ماشطة. احنا عند الجمهور تاعي إن شاء الله حاجة شابة توب دو توب، إن شاء الله إن شاء الله حاجة في الموضوع إن شاء الله. تفهمت مع العروسة من قبل، عيطت لي وعيطت لها واتصلت بها وبعثت لي لافوتو تاعها، مما شفت لاطاي تاعها واش يخصها واش ما يخصهاش، شفت واش يجي على لوتان تاعها، اللبسه اللي تجي على لوتان تاعها. كراكو العاصمي باش نبريزونتو حتى النايلي، جبت لها النايلي، جبت القفطان. ومن بعد كي نبداو ان شاء الله نشوفوا معنا لي توني قاعتك اللي راح نلبسهم للعروسه، ان شاء الله يعجبوكم. ان شاء الله هي عجبوا العروسه يا جهيده، وسمحي لنا جبناك طريق بعيده وديركتوم وبديتي في الخدمه. كما راكم تشوفوا راني رايحه مع محاسن حرزله الموديليست تاعنا اللي راح تلبس العروسه النايلي اللي فريمون كامل الناس على بالي راهم يستنوا فيه، ومن بينهم انا اللي متمنيه نشوف هاد لاتوني اللي سمعت عليها بزاف حكايات. قاعة الأفراح هذه اللي راهي باهية كما كوم تشوفوا فيها. يعطيك الصحة مدام باية اللي وقفتي على كل صغيرة وكبيرة في لاصال حتى وين النتيجة كما راكم تشوفوا فيها دروك. كما كنتوا تشوفوا صحيح سي بون، منين وصلنا الجو او ميم طون كما كنتوا تشوفوا الخيالة والعواد والفرقة تاع البارود. دونك لاصال كما راكم تشوفوا نورمالمون مزينة، الكوزينة نورمالمون العشاء تاعنا ويطيب. لي بريباراتيف تاعنا نورمالمون ما بقناش بزاف خصوصا 100%. ان شاء الله تكون العروسه ثاني قريب توجد باسكو مربوطين بها. لو كورتاج تاعنا يقلع ان شاء الله ديسي اون دوميور 45 مينوت ماكسيموم، باسكو لو سيال شويه ماهوش عاجبني. المهم هي على كل حال مكتوب تاع ربي، ان شاء الله هي ما تصبرناش على كل حال شتا باه نقدروا ان شاء الله نديروا لو كورتاج تاعنا الخيل والبارود والفرقه هذيك الفولكلوريه. تبعونا فريمون حوايج بزاف دي سوربريز، بوكو دو سوربريز. العرس الجلفوي النايلي حوايج بزاف يستناو فينا. نقول لكم تبعونا الحلقه من ديبار هضرناها راهي مقسومه على زوج، الحلقه اللي فاتت راكم شفتوها، دونك هذه سي لا دوزيام بارتي، ان شاء الله تعجبكم هذه ثاني. الله الله على الغايطة والبندير وعلى الرقص النايلي وهذا الفن الراقي اللي كل خطوة فيه تحكي حاجة وتحكي حكاية. يعطيكم الصحة على هاد الامبيونس اللي كانت بزاف شابة في البداية تاع لاصال، وين فغيمون متعتونا وراح تمتعونا في كامل هاد السهرة. المعارض تاعنا وصلوا، لا تروب ميوزيكال تاعنا وصلت، الخيل البارود راهو واجد، ما بقالنا غير ان شاء الله نقلعوا لا ديستيناسيون دار العروس ان شاء الله.
الكورتاج راهو قلع كما راكم تشوفوا فيه، طريق شويه بعيده لدار العروسه. ان شاء الله برك يكفينا الحال باش نوصلوا لدار العروسه وما تلحقش علينا النو. الحاجة اللي كنا خايفين منها هي النو، وطاحت علينا انفو وصلنا لدار العروسة. مي الغايطة والمندير ما حبستهم لا مطر لا ريح لا برد. غير وصلنا لدار العروسة بدات لامبيونس اللي فغيمو هولت كامل الحومة، والعريس تاعنا كان فرحان بالغايطة والبندير وكان يحبس في روحه غير باش ما يشطحش. توجور يقولوا واش يخرج العروسه من دار بوها، هي عروستنا هي واجده باش تخرج من دار بوها وتروح لاصال. اليوم العرس تاعها اليوم لو جور جي، فريمون حاجه على بالي بلي عروستي من تحتها فيها ستريس. كيفاش كي حاسه ريما وانت خارجه من دار بوك؟ حزنانه و امين طو فرحانه. علاش حزنانه؟ على خاطر خارجه من دار والديه. اوكي عارفه العروسه كي تخرج من دار والدي صح على بالي بلي سنتيمون واعر على كامل البنات، مهما تكون فرحانه في عرسها وهذيك الفرحه، ما كي تجي خارجه من دار بوها حاجه فريمون فريمون ديفيسيل. وي و ام طون فرحانه على خاطر رايحه لدار واحد، راح نعيش مع واحد نحبه. الحمد لله الحمد لله. محاسن اكيد لبستيها النايلي وقلتي لي هنا العروسه لازم تخرج بالنايلي. بالنايلي اها لبسنا لها النايلي المودرن اها وجهها ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. والنيلي الميزه تاعو انه يطبع المراه شغل مناسب لكاع السيدات. احكي لنا على النيلي راكي لبستها، ني شوف كيما قلتي تي مودرن، فيه بزاف لي اكسسوار شابين الوان. احكي لي على هذا النيلي وانت اللي صممتيه. ايه الحمد لله يا ربي. هذا النيلي اخر تصميم من الاخرين يعني. شاركت في المهرجان الدولي للباس التقليدي الجزائري بهذا اللباس ونال يعني صدى كامل عجبهم. صح حاجه شابه بزاف. احكي لي دروك عليه كامل بالبليطه. احنا عندنا الاساسي التستاف والبدنه هذه والبرينص. دوكا هذا البرينص احنا عندنا طرف واحد. انا بدلت له الشكل، درتو موديل جديد جديد. دوكا ولاو يحبوه الصغار والكبار النايلي المودرن. الكولباتو هذه راني من سينياتور محاسن. الكولباتو نحب الكولباتو، دخلته في النايلي. والقماش صاري من يعني من اضخم الاقمشه. اضخم اقمشه جي ساري من الفوق والتحت. قلتي لي هذيك سموها الدخيله. الدخيله لعب نايلي والزماله كما نقولوا هنا الدرايه. هذوك هذا الموديل الجديد درت الدرايه من اليدين في بلاصه برنوس. هذه الدرايه هذه الدرايه درتها شغل اون غان او ميم طون درايه او ميم طون برنوس وشغل كرياسيون جديده وتلقات قبول مليح. صح بزاف الناس عجبتهم. انا وحده من الناس عجبتني بزاف وجات على عروسها ما شاء الله. الله يبارك. احكي لي دروك على لي زاكسيسوار، نشوف حاجه شابه بزاف. احنا عندنا في النايلي لازم 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 الناصيه. الناصيه اللي ديرتها العروسه كيما اللي ديرتها انت. المدور الصخاب المحزمه المقايس هادو الاساسيات لازم يكون. لازم الصحاب المدور الحزمه لازم الناصيه لازمين وهما اللي يطبعوا لاوجود المناكش نوجود. هذوك لازم تاع اللويزه ولا النوجود. اللويز فيه فيه. وعندنا التقليدي التقليدي بالفضه اكثر من الذهب. الفضه اكثر من الذهب. ايه النايلي هي دوك لابسه ذهب. هي ذهب ذهب هو التقليدي تاعنا تاع زمان بالفضه. لازم الفضه. الله يبارك عروستنا هي واجده ان شاء الله. انت واش باش تخرجي؟ عروستنا راهي واجده في الوقت كما راكم تشوفوا فيها. الله الله عليها بالنيلي هاد لاغوب اللي فريمون سمعت عليها حكايات بزاف. ومع محاسن عندها توجو هذيك لاطوش. لاطوش ديزك زعقل لي هنقول هذا اوكازيون. واه بول حوار. نعاود بول حنعاود. عروستنا راهي واجده كما راكم تشوفوا فيها راهي بالنايلي. الله الله عليها هاد لاتوني اللي سمعت عليها حكايات بزاف. وبيان سور مع محاسن حرز الله لاتوش تاعها سبيسيال في هاد لاتوني تراديسيونيل تاع ناس الجلفه.
العادات من ولاية لولاية تختلف، مي خرجت العروسة في كل عرس تشبه لبعضها. هذاك الإحساس وهذاك سنتيمو كي تكون خارجة العروسة من دربها دايما نحس به، ودايما نحس بالعروسة كي تكون خارجة من دربها. وشي خرج قال لك العروس من دار باباها، صح؟ واش عجبك كيف الخرجه تاعها؟ هذوك كل البارود رجتني الدمعه، ماشي كي شفت باباها هكاك حاط يده فوق راسها ومخرجها، شغل بنت كبار وبعد عطاها الملابيتها واعره شويه، واعره ايه هنا العاده انه يحط فوق راسها يده فوق راسها ايه. شفت بزاف العادات يحط تخرج تحت يديه ايه تحت البرنوص ولا راسها هكا تاع الشابه بزاف. راضي عليك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نكملوا حكايتنا توجور العروسه، على العروسه النيليه. العروسه النيليه، العروسه النيليه هنايا قالوا لي تخرج يا بلا غبوش يا بلا غب نيلي، وفي تصديرتها واش تلبس؟ نلبسوا كل شيء يعني تقريبا، الكراك والعاصمي، الجبه القسنطينيه، الملحفة الشاوي، القفطان الجزائري، كل شيء يعني ما عندناش نلبسوا، القبائلي نلبسوهم كامل. كورتاج بزاف شباب كان في طريق الجلفة حتى لصال هادي وين بدا بالبارود اللي فريمون من عادات ناس الجلفة اللي لازم بيكون، وعرس بلا بارود هنايا ماهوش عرس. الكورتاج تاعنا كان طويل وشويه متعب، مي غير وصلنا وشفنا البارود والخياله نسينا كامل هذا التعب. كي تشوف هاد لي زيماج فريمون تحس باللي الاصاله الجزائريه مازالتها بخير. مش بعيد بزاف على قاعة الحفلات حوالي 500 متر هكذاك، لقينا ديجا الخيل وفرقة تاع الغيطة لقيناهم يستناو فينا باه يواكبوا وباه يركبوا الكورتاج تاعنا هذاك الروس العروس العريس. فريمون ما تعبناهم بزاف، كانت الشتا كيما راكم تشوفوا وكان البرد، مي هكذاك الفرقة كانت في الموعد وتحملوا هذه كاملة. ونقول مبارك الله فيكم يعطيكم الصحة، حوالي 800 متر وهما يشطحوا والشتا هذيك، نقول لكم فريمون فريمون بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. دخلت العروسة كما راكم تشوفوا فيها، تمنيتها وتخيلتها مي كتر منها كما كانش. النايلي، الرقص النايلي، الغناء النايلي واللبس النايلي كامل كان حاضر عند باب لاصال هديل. كما راكم تشوفوا محاسن كانت عند وعدها، وجدت اون تري تري بيل تونو نايليه عصريه للعروس. العروس الي تري كونتانت، دارت لها لباس عصري نايلي. ساميه تاني الي تري ساتيسفات باللبسه اللي لبستها. البنات كامل مازالوا متزوجوش راهم حالين منبهرين في هذا اللباس اللي دارته محاسن. نتشكروها كانت عند حسن ظنها في 48 ساعة بليتو، كانت دارت هذه في 48 ساعة دارت هكا، ما كنا عطينا لها سمانة واش دير. الله يبارك عليك ما شاء الله عليك. تاني زميلة تاعي لبست تاني، هي تاني لباس عصري تاع محاسن. درك العروسه راهي داخله، البنات كامل منبهرين في اللباس تاعها ما شاء الله، درت لها لباس نايلي تقليدي عصري جد وجميل. أجمل حاجة في أعراس الجلفة وأعراس النوايل كما يقولوا هي الغناء النيلي، واللي استقبلتنا به فاطنة اللي فريمون الصوت تاعها جامي ولا راح ننساه. هي كيما راكم تشوفوا دخلت العروسه، نجبد المنديل كيما نقولوا لازم ندخلها بالمنديل، عندنا التقاليد تاعنا، نجي داخله معاها ونقول عليها الكلام على العروسه والعريس، الاسم العروسه قال نجبد الاسم تاع العروسه وكيما نقولوا العريس كيفاش الارش تاعها وكيفاش تحاكي، ما نقولوا حنا الحنه كيفاش حنات كيفاش الوصف تاعها
واللي حلات العرس تاعنا هي الفرقة تاع لا دانس النايلي اللي فريمون دارت جو بزاف بزاف شباب بهذا الرقص النايلي اللي كنت من بعيد نتفرج ونسيه كيفاش نحفظ كيفاش يرقصوا ونسيه باش نتعلمها. بعد هاد الجو الرائع تاع لا دونس نايلي عروستنا ريحت غير شويه وبدات في تصديرتها اللي جابتها لها جهيده اللي فريمون يعطيك الصحه. كراكو عاصمي ولا اروع لبستها عروستنا وتصدرت بيه. بعد ما شفتوا لباس محاسن اللي لبستها لباس ملوكي درك دخلت جهيده اللي معروفه بكوافف. كانت لها أول انطلاقة في برنامج زوجوني، لبستها كراكو عاصمي معصرا، سروال شلقة، فيست كيف كيف، كلها بيرلي بالحي كمرمى ما شاء الله عليها يعني. كراكو عاصمي بالحايك مرمى من العادات الجزائرية اللي في كل عرس ما يختلفش، كل عرس لازم يكون حاضر مهما كانت العادات والتقاليد تاع هذيك الولاية. نجاة الغواطية اللي كانت كل خرجة العروسة تتحفنا بالأغاني تاعها في كل تصديرة وتعطي لها الأغنية اللي على حسابها. يعطيك الصحة يا نجاة. مرة كانت تتصدر العروسة كنا نستمتع بصوتك يا نجاة الغواطية وبلادونس النايلي للفرقة اللي جات مع لي شانتوز واللي فريمو دارت جو كامل اللي زنفيتي كانوا فرحانين ومستمتعين. لا بياس مونتي راهي وصلت، مي هاد المرة ماشي كما كل المرات. أول مرة جينا لا بياس مونتي مديمونتيا وتتمونتا سيغ بلاس في لا سال. يعطيك الصحة حلويات أمينة اللي فريمون درتي حاجة شابة بزاف كي جبتي لا بياس كيما هكا ومونطيتيها قدامنا وتعرفنا كيفاش خدمتي هاد لا بياس اللي فريمون خرجت حاجة شابة بزاف. تفضل إن شاء الله. الزوج اللي هو فارس أنا خالو ووكيل عليه وجاي طالب الحساب والنسب من سعد القادر الحامد. يعطينا بنيته نبنوا بها دار تعود مفرقه من بيتها. بنيته المسمات المسمات حامد ريما. حامد ريما الى فارس عبد الله. الى فارس عبد الله. وانت ان شاء الله راك قابل. وانا الحمد لله وانا قابل باش نزوج بنتي ريما الى موكله فارس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فارس وريما مبروك عليكم العقوبة إن شاء الله للذرية صالحة. جهيدة بعد ما لبسناها كراكو العاصمي وتصدرت تصديرة تاعها أكيد لبستي لها شاوي هكا. ملحفة شاوية. درنا لها الملحفة الشاوية، درنا لها الشلتوف، درنا لها المكياس الخلخال. راكي تشوفي في الملحفة الشاوية درنا لها بلون كاسي مع دوري ودرنا لها الخلخال المكياس والويزا. هذه ليزاكسيسوار توجور يجي مع الملحفة الشاوية. حنا في الغرب نسموها الرضا. ايوا انا دايرين لها تالك الزروف. الجبين. انا دايرين لها تاني الجبين. الجبين كامل ليزاكسيسوار تاع الشاوي. شنو حنصدروها؟ لا تكلوا ربي. تكلوا ربي؟ جيبوا عريسكم. عاودوا عاودوا اون شين، عاودوا على صوتكم. عاودي عاودوا كاع؟ عاودي كاع وعلي صوتك. اكسيون.
جهيدة بعد ما صدرناها بالكراك العاصمي بغيمون كانت شابة بزاف، هكي لبستيلها ملحفة شاوية. ملحفة شاوية هذه درنا لها الشنتوف، درنا لها الجبين، درنا لها المقياس، الخلخال. راكي تشوفي في الملحفة الشاوية هذه أصل شاوي. وش راكي دايرتها الملحفة الشاوية؟ أصل الشاوي راهي بالبلونكاسي والطاغي، درنا لها الخلخال، مقياس. كامل لي زاكسسوار تاع الشاوي. شاوي في الغرب يقولوا لها ردا، هكا. ردا. ردا وي. عرفتي واجدة باش تتصدر. راهي واجدة وي. راح نصدروها؟ وي. تصديرات عروستنا مازالها متواصله كما راكم تشوفوا فيها راهي برده اللي هو الملحفه الشاوي اللي جابتها لنا جهيده لي فريمون صح جابت دي توني بزاف شابين لعروستنا وحتى عروستنا كانت فرحانه بهم. يعطيك الصحه جهيده. كما كل تصديره لعروستنا كاين نجات اللي تطربنا بالصوت تاعها اللي فريمون دارت امبيونس شابه وكامل المعارض ما قدروش يقعدوا في بلايصهم وكامل كانوا يركزوا سيغ سان. كما راكم تشوفوا العروس الان عودت لبست لبسه واحده اخرى ثاني، لبست شاوي تقليدي بالملحفه فيه دي بيير اشواروفسكي، فيه الوان متناسقه مع اللباس مع لي اكسسوار مع المكياج ايتو. لا ماري الي تري كونتانت تاني لبسه ما شاء الله عليها. وهاد المرة في برنامج زوجوني في مدينة الجلفة في هاد المدينة المضيفة كانوا عنا زوج كانوا دو دام معنا، كانت معنا موديليست مدام محاسن وكانت معنا تاني جهيدة اللي كانت مشطتها العروسة. خدموا مع بعضهم. محاسن كانت هي أول لباس اللي تلبسوا العروس كان لباس نايلي تقليدي معصرا. جهيدة لبست العروسة كاتونو، لبستها نايلي، لبستها قفطان كراكو نايلي تقليدي. بون العروسة اللي تي تري كونتانت، اللي تي تري ساتيسفات. مام حتى المعارض اللي هنا يعني يعجبهم اللباس وقعدوا يسألوا شكون لبست هادي شكون دارت هادي. الله يبارك فتعرس ما شاء الله. الله الله على عادات بلادي ولباس بلادي. عرستنا راهي بقفطان ملكي لي فريمون جاها ما شاء الله. ولا صلبايا ما بخلتش على عروستنا بلومبيونس ودارت لها كيما راكم تشوفوا هذا الرقص المغاربي. هاد لي دو في لي فريمون هولوا لا صال وكامل الناس كانوا مبهورين بهاد لا دونس. بوغ لا بروميير فوا في زوجوني يكونوا معنا ماشطه وموديليست في باش نهضروا على توني وحده واللي هي النايلي. جهيده انت اللي جبتينا هذا النايلي، احكي لي عليه شويه. هذا النايلي تقليدي درنا له سخاب يريح بريحه العنبر.
صح ريحتها بزاف شابه بزاف شابه. درنا له كرافاش بولحيه المدور، درنا له المقياس، درنا له كاع لي زاكسيسوار تاعو الخلخال. انا نسقت الموديليس باسكو على بالي يتخيط بزاف لي توني سورتو مختصه في النايلي باسكو انت بنت المنطقه هنايا بنت الجلفه. هذا النايلي اسكو مودرن ولا تاع التقاليد تاع الجلفه هنا؟ هذا تقليدي. تقليدي هذا نايلي تقليدي. هكي طاحت التقاليد تقليدي زادت اضافت له الزماله، حنا نسموها زماله. هذه زماله يعني ما شاء الله الله يبارك. احكي لنا شويه عليه اسكو صح كيما تسميهم جهيده يسموهم هنا في ولايه الجلفه النايلي. هذه تاعها السخاب النايلي، احنا في الجلفه نسموها الربا النايليه. في الغواط باغ اكزومبل الربا العربيه هي كاع ربا واحده كامل نايليه، كل واحد كيفاش يسميها كيما هضرت لك من قبيله. كيفاش تخيط لاغوب نايليه كيما هذه؟ كيفاش هيك مخيطك تشوفي فيها هكذا؟ نايلي تقليدي تستاف البدنه الكمام الناصيه الزماله كيما يقولوا هنايا تقليدي. هذا أنا هو انا في التقليد الحمد لله. وانا شتتي شابو مدام جهيده يعني جبتي لي توني ما شاء الله يعني همه وعليهم الكلام الله يبارك ربي يوفقك ان شاء الله يا ربي ربي يوفقك تكبلي ما انت ما شفناش ما انت التصميم تاعك بزاف شباب دوك شفتوا كاع في العرس ما شاء الله. ميم اللبسه اللي لبستها انا من تصميم حسنا حتى انا اللي لابسه نايلي تاع هذا نايلي مودرن تاع هذا نايلي مودرن تاع محاسن قيطه تاع نايلي مودرن ماشي تاع التقاليد وزاد دايره فيه هذا تقليدي عصري. تقليدي عصري هذا رجعت فيه السلوم رجعت فيه اليدين خدمته بالقطيفه تاع القسنطينه والجبه العنابي راه فيه كامل تقاليد تاع الجزائر مخلطين في الغرب واحده. باسكو لباسنا التقليدي غني 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 جدا ما شاء الله في الجزائر. جهيدة كانت حافظة الدرس وعلى بالها واش راهي جايبة لتوني لعروستنا النيلية، وما نساتش النيلي التقليدي اللي تلبسه كل عروسة نيلية. وبيان سور لازم نستشير المختصة اللي هي محاسن في النيلي اسكو تقليدي ولا لا. كما راكم تشوفوا العروس لبست لباس نيلي تقليدي يعني ما فيهش ماهوش معاصرا. اللون ابيض بالحجر لؤلؤ بلي بيرل شوارفسكي سي كان لباس مليح ياسر. العروسه كان عاجبها الحال. في كل مرة كانت تخرج عروستنا باش تتصدر كانت ابتسامتها ما تفارقهاش. عبالي كامل ما كنتش تشوفوا فيها انا كنت نشوف فيها تحت الفوال فغيم والفرحة ما كانتش سيعتها. بالبركة عليك يا ريم ويا فارس ان شاء الله العقوبة للذرية صالحة. لا بياس مونتي راهي جات، لي باك راهم واجدين، وشموع راهم ينشعلوا اللي ان شاء الله يضويوا حياه جديده تاع العريس تاعنا والعروسه ريم وفارس. يعطيهم الصحه كامل اللي كانوا سبب في هذا الابتسامه تاع عريسنا وعروستنا. هكا زوبير وي ساميه كي تدخل لا بياس مونتي جينيرالمون العرس تاعنا خلاص، مش غير العرس تاعنا برك اللي خلاص، الحلقه ثاني كيف كيف قريب تخلص ان شاء الله، ما بقالهاش بزاف كاين سوق نسام بعد تسمعوه ان شاء الله. نقول لكم خويا فارس اختي ريما نقول لكم كل شيء مبروك، نعقوب الدريه الصالحه ان شاء الله. لا جورني تاع اليوم خلاصت فان دو سواري سواري فريمون فاتت شابه بزاف مع اليامات اللي فاتوا اليوم نهار العرس. راني هنا ما بين جميلات الجلفه ومعنا ثاني جميله جايتنا من الجي. نبدا جهيده كنت جميله الاغواط هو جميله الاغواط ثاني. نبدا معك محاسن بكنتي الاولى اللي بديتي مع عروستنا وشفتي كامل بديت على سواري تاعنا. حاجه الاولى نسقسيك كيفاش فاتت لا سواري تاع اليوم كيفاش جاك العرس تاع اليوم؟ لا الحمد لله ما شاء الله وربي يوفقهم ان شاء الله ويهنيهم. ومعليش كلمه صغيره بيان شكر تفضل. شكر خاص لزوجي اللي واقف معايا
بكل اتم معنى الكريم. الحمد لله. احكي لي على لومبيونس كيفاش جاتك هكا، اسكو لومبيونس توجور كيما هكا في اعراس الجلفه ولا برك اليوم كيفاش يعني جاتك؟ لا لا ما شاء الله فات عرس ما شاء الله امبيونس تصديره الله يبارك. جايده انت كنتي معنا هنا في لاصال، احكي لي شويه على لومبيونس تاع لاصال، كيفاش صدرتي العروسه، كيفاش جاتك لومبيونس هنا في الجلفه؟ جات على حساب القلب يعني، والله العروسه باينه قلبها مليح وجاتها بزاف شابه تصديره واللومبيونس، ومام عجبتني بزاف الاغنيه تاع فنانه نجات اللي باس تاع محاسن. لا ما شاء الله انا عجبني الحال، وسيرتو كي لبست لا روب بلونش ومن بعد كغير شفتي يماها تبكي صاي ما قدرتش، هذه الحاجه اللي اثرت فيا بزاف يعني. والحاجه اللي عجبتك؟ عجبني بزاف، عجبوني ناس الجلفه، ناس طيبين ما شاء الله، عجبوني بزاف، يتصلوا ويحبوا البراوي والحمد لله. نوح ليك انت يا نجات، انت اللي كنتي هنا غنيتينا ودرتينا لومبيوس هذيك شابه بزاف في العرس، احكي لي شويه كيفاش جات؟ والله العظيم الاجواء كانت ما شاء الله، والناس كامل كانوا فرحانين، والعادات والتقاليد وغاشي الجلفه مضيافين وكرمه يفرحوا بينا. انت من الغواط ما عشتي انا الغواط، انا يا لي دو غواطيه وجلفاويه يعني جداتي نايليه والاب نتاعي والام نتاعي غواطيه. الله يبارك. انا بكم دروك نختم العرس تاع اليوم والسهره تاع اليوم، فات فريمون عرس الشباب. انا نقول لريما وفارس بالبركه عليكم، العقوبه ان شاء الله للدريه صالحه والعقوبه كامل اللي مازالوا، ونقول لكم استنونا في العرس الجاي الجمعه الجايه دائما نفس الموعد نفس القناه. تصبحوا بخير ان شاء الله. قول خير. واش نقول عن الجلفه؟ نقول اللي سمعت عليه من قبل ما نجي، سمعت غير الحاجه الزينه الحق، بارك الله فيهم يعطيهم الصحه، سيريوسي 2000%، الناس اللي عاونونا سواء كان جنود الخفاء اللي ما حبوش يذكروا اسماءهم وما راناش راحين نذكروهم، مي توجور كاين جنود الخفاء، نقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. مام المواطنين صحق كي نمشيو هكذا في لافيل ولا هذاك، الكلمه هذيك الزينه دائما كاينه، دائما الضحكه هذيك كاين، يعني حتى الناس يصوروا معنا، نقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. لاصال هادي نقولها بارك الله فيك ثاني على لاكو يعطيك الصحه، لي استادير حطتها ان اوتر ديسبوزيسيون دو فوا لو ميركودي اي اون ميم طون لو فوندرودي. الناس كل سوا الجهيده سوا المحاسن سوا الدي جي تاعنا سوا الدي جي تاعنا حنان نجات ليكيب كل سما ما خليناش، مام ليكيب تاعنا تاني نهلة اللي ما راهيش هنا، إيمان تاني كيف كيف اللي راح تنعس هاي عيانة شوية، لامية تاني كيف كيف، دونك ليكيب تكنيك إبراهيم علي الحاج. Un remerciement pour Sundus, les tlaqina fiha fi zawiya Mas'ad, li sharhat lna kifah libas taqlidi, kif l'akl taqlidi, li raqsat lna raqsa taqlidiya. Un remerciement pour kol nas el jelfa li rahbou bina. ان شاء الله العروسه والعريس بالاعمار، ان شاء الله دريه صالحه، ان شاء الله والكل البنات اللي مازالوا، ان شاء الله يا ربي يكونوا متفاهمين، ان شاء الله يكون القدر بيناتهم، ان شاء الله تكون المحبه، ان شاء الله ربي يطيح عليهم الرحمه والمال والبنون. ميرسي ليكيب كاع، تحياتي تحيه طاقم الحصه. نقول لكم درك نهايه الحلقه تاعنا، راح يتجدد الموعد تاعنا الاسبوع القادم ان شاء الله، الى الجمعه القادمه على التسعة.